رفضت الفنانة نبيلة عبيد اعتبارها بديلة للفنانة سمية الخشاب في الجزء الثاني من مسلسل كيد النساء، مؤكدة أن الدور مختلف تماماً عن الذي قدمته سمية في الجزء الأول، وأنها وافقت على العمل بعد إعجابها الشديد بالفكرة والسيناريو الذي كتبه حسين محرم. نبيلة ستشارك فيفيا عبده بطولة العمل وتجسد من خلاله شخصية امرأة اسمها حلاوتهم، وهي من أرباب السوابق والتي تدخل في صراع مع فيفيا عبده. الصحافة دايماً محتاجة الأخبار، وانا مفيش اكتر من اخباري. اللي بيني وبينها ده كنيسة. الدنيا مفيش رجالة يملوا عينيها ولا ايه؟